السلام عليكم. اليوم درنا واحد الوصفه زوينه ديال الرز بالسيبيا وبشويه ديال الحوت. الا عندك سيبيا ديريها، عندك الحوت ديري، كتقطعي الخضره كلها، نوع الخضره اللي عندك كتعاودي ديري لها الجلبانه. المقادير هما هادو: عندنا شويه ديال الملحه، شويه ديال العطريه مخلطه، شويه ديال البزار، شي منسمات الا عندك، شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الربيع مقطع مع شويه ديال الثومه والسيبيا والربيع. بغيتي تسلقيها واحد شويه، تحيدي من هذاك المذاق بشويه ديال السيترون ديال الحامض، سلقي شويه سيبيا. دابا قطعت انا هذه الخضره، ها هي غتشوفوا دابا الوجبه ديالنا. الخضره كتبغي تقلاها بلا ما، غديري غير الزيت وديري العطريه ديال كلها وتقطعي كلشي، القرعه، خيزو، فلا الحلوه، الجلبانه، ربعه البصلات ولا ثلاثه البصلات صغارين ديال الحريف، وكديري فيها واحد نص معلقه ديال الطوماط بواط باش تعقد هاد لاصوص. هادي ديري فيها نص معلقه ديال، من بعد كتسلقي السيبيا بشويه ديال السيترون. هنا كنديروا السيبيا ديالنا وكنديروا الربيع والثومه، صافي كنديروا الربيع والثومه وكنخلطوا وكنخليوها هاد لاصوص هادي تعقد، صافي. وكديري ها هي غادي نخليوها هكا حتى تحمر مزيان. اهم حاجه في هاد لاصوص خصها تحمر 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 مزيان. السيبيا ديالنا هي سلقناها بشويه ديال السيترون ونحناها في لاصوص ديالها. غادي نشدو واحد المقلات، صافي الجلبانه راه درتها، نشدو واحد المقلات صغيره. لاصوص ديالنا ها هي، لاصوص هي ديالنا كطيب، خليها تتمص هاد الماء كله باش طيب هذيك السيبيا. هذا غادي نسقيو به هذاك الرز، من بعد غادي نديرو مليحه في هاد الحوت ونديرو في شويه ديال السميده رقيقه ولا الدقيق اللي بغيتي، غير بعدو من الزيت. هادو هاد الحوتات هادو هما اللي غادي نسقيو بهم هذاك الرز. بعدو الزيت هاد الحوت غادي نسقيو به هاد لاصوص هادي ان شاء الله. صافي لاصوص هي كطيب مزيان، تقصي البوطا على لاصوص وخليها طيب هاديك السيبيا مع لاصوص. ملي كيبغي الحرور يدير شويه ديال واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، هذا كيجي حار كيجي مزيان. كتفوري الرز، كديري الماء تحت، الماء تحت وفوري الرز ثلاثه تفويرات، ومن بعد ان شاء الله هو غادي نرشوه بالماء وغادي نرجعو ان شاء الله باش نسقيو التبصيل ان شاء الله ديالنا. غادي نديرو فيه هاد الحوت في الفوق ومع هاد لاصوص اللي مع السيبيا، مع السيبيا هاد لاصوص اللي صوبنا بالسيبيا غادي نديروها، وغادي ان شاء الله ملي طيب الخضره غادي نسقيو بهداك بهداك الحوت، وغادي نرشو الرز ثلاثة رشات. دابا السيبيا بلاصوص هي تعقدات، اللي درنا لها لاصوص ديالها فيها واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، ضروري ديروا فيها الهريسه. والحوت ديالنا اللي قلينا قبيله هو هذا كنديروه، ها هي دابا السيبيا كاينه هنا. والرز رانا طيب فورناه بالماء، الماء بارد، حيت هذا الرز ماشي هو الرز ديال هذا ديال الافريقيا اللي كنجيبوه من افريقيا، كيترش بالماء بارد، وديالنا حنا كلاصي كيترش بالماء طايب، هذا رشيه بالماء بارد باش ما يتعجل. نعم، قناه جازبه للقرار. ها هو الرز ديالنا طايب كل حبه وحدها، ها هو هذا الرز رقيق كترشيه بالماء بارد، ما ديريش له الماء سخون، الا درتي له الماء سخون غادي هذا يتولي عجينه. هذا كترشيه بما بارد غير شويه وتفوريه وتعاودي تفوريه ربعه الخضرات ولا ثلاثه الخضرات، ومن بعد كتحطيه في الطبسيل. انا راحيت كثير خليت منه، وحنا غير جوج الناس ما غاديش ناكلو كلشي هذا الرز، هذه غيبقى يضيع، خليتها المره اخرى عاوتاني نديرو له واحد قدري عاوتاني. كاين واحد لاصوص كنديرو غير الحوت بلا سيبيا بلا مرقه، كديري غير الحوت والبصله والزبيب، صوبيه بالبصله والزبيب كيجي يجي حتى هو مزيان. ها هو دابا الرز ديالنا صوبناه، ها هو كنديرو دابا الحوت، ها هو هذوك الحوت اللي قبيله درنا له شويه ديال الملحه، غير الملحه صافي. من بعد
كنديروا هاد لاصوص ديال السيبيه. ها هي ديري هاد لاصوص، ها كيجي بنين هذا بالهريسه، ها هو كيجي بهاد الطريقه هادي. كتصوصي بهاد لاصوص ديال الهريسه وديال السيبيه. هاد الاكله حتى هي انا ملفه كنديرها في اسبوعيا، يعني شحال هكا اليوم الحد كنكونوا بالجبنه الخضراء والجلبانه وجبنه الخضراء من السوق جديده، كنحاولوا باش نديروا سيبيه. سيبيه انا اصلا من الناس اللي كيبغيو الحوت، وهذا هو دابا. ومن بعد كتشدي واحد جوج طروفه ديال السيترون الحامض، وحنا غادي نجيبوا الحامض. صافي هذا هو دابا الرز ديالنا، كتشدي كديري له شي طريفات ديال الحامض، وهذه هي الاكله ديالنا ديال الرز. وكنعاود ناكد على المعلومه اللي خاص الرز يدار بالماء بارد، حيت هذا الرز اللي كنطيبوا به التشيب، هذا هو اللي كنطيبوا به التشيب، الرز ديال الافريقيه الرقيق هو هذا. الا درتي له الماء سخون كيولي عصيده كيتعجن. دابا هذا كيترش غير بالماء بارد، ودير له ثلاثه ديال التفويرات ومع هاد السيبي هادي، والله الا كيجي روعه. يعني ما تكثروش له الزيت وخلوا لاصوص حتى تعقد بحال هكا. وبالصحه والراحه، واللي حامله تسمح لينا. الله يجازيكم بخير. إذا كانت أول مرة تشاهد قناتنا، اضغط على زر الاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس لكي تتوصل بجديد القناة، فضلا وليس أمرا.